الليلة هو مسك الختام لنحتفي سويا بالعود، وهو أحد رموز التراث الموسيقي الخليجي والعربي، فقد وقع الاختيار على العود ليكون نجم هذه الدورة، لذا لابد أن يكون هو مسك الختام. أما الآن أيها الحضور الكريم، نبقى مع فيلم توثيقي قصير عن فن العود. تعتبر الأربعينيات هي الانطلاقة الحقيقية للأغنية الإماراتية، حيث برز الفنان حارب حسن كأول فنان لحن وغنى لنفسه، بل اعتبر أول من أبرز الهوية الإماراتية في الأغنية الخليجية في تلك المرحلة. في الأربعينات أو آخر الأربعينات هنا عند الشيوخ أبو ظبي، عبرت مني ورحت دبي. رحت دبي فتحت لي محل هناك كيكين شي صغير، قال ياني الجمري الله يرحمه، قال ايش رايك انا بشارك وياك بالدكان؟ قلت له صار. والله سوينا الدكان، بيع صخام وحطب ولي أدنى في الليل نقعد، الجمري يسوي قصيده ونحن نغني، انا وواحد اسمه سعلب الديب موجود، والله شباب نتيمع هناك في الليل. وهناك جيل من الفنانين من بعده أكملوا مسيرته وانتهجوا نهجه الفني. محمد بن فارس رائد الطرب في البحرين، ولد عام 1895 للميلاد في مدينة المحرق. تعلم العزف على العود والغناء من أخيه الأكبر عبد اللطيف بن فارس، الذي جمع له النصوص الغنائية المتوفرة آنذاك، والتي سجل بعضها في أسطواناته التي بقيت بعد وفاته في عام 1947 للميلاد. اشتهر محمد بن فارس كمطرب له جمهور من المعجبين بفنه وحسن صوته وبراعة أدائه وحسن اختياره من النصوص. في عام 1913 التقى بالفنان الحجازي عبد الرحيم صالح عسيري في البحرين، أخذ منه مجموعة من النصوص الغنائية من قصائد الشعر، فوضع لها الألحان التي ميزتها بفن الصوت، وقد انفرد في أسلوب أدائي مميز لم يستمده من غيره، ولم يكن معروفا عند من سبقه من المطربين الشعبيين. ننتقل الآن إلى المملكة العربية السعودية. العود، العود يمكن في العصر الحديث، صحيح أنهم يعتبروا مع العصر الحديث، ولكنهم قدامى يعني في العمل الفني، وأهمهم عمر كدرس، هو أهم الأصوات التي ارتبطت بالعود وبجمال العزف وروعته. ويمكن كثير من الرواد اللي اشتغلوا رادة الإعلام، أنا أقصد لما تكلم رواد أساتذتنا يعني بالأمس، كلهم كانوا يركزوا على وصف عمر كدرس وهو يعزف. عمر كدرس طبعا أنا عشت معه طويلا يعني، وصديق مقرب جدا، كنت أعيش عزف العود معه بشكل خيالي يعني. لما يعزف العود يعني صحيح انه في العزف لونين، اكيد في لون اللي هو اللون الاستعراضي واللون كذا العود، وفي اللون الناعم الذي لا تكاد تراه هو يعزف، بيعزف يستخدم اي حرف من حروف الموسيقى وهو بيعزف. قائدات في الغناء المنطقة وأيضا في العود، لأنه عازفة عود جيدة وملحنة جدا رائعة كمان،
وأول من احتضنت العود من السيدات، لأنه في مطربين كثير، في سيدات غناء كثير في الحجاز، اللي هم يعني مع القيام مرتبطين معهم، وكانوا في المناسبات والأفراح، وأسماء كبيرة جدا. مرة سويت بحثا عن هذه، بس ما كانوا قليل اللي تعزف عود ولا شيء، لكن كانت توحة هي من احتضن العود فعلا رسميا وإعلاميا أيام الأسطوانات، قبل الإعلام المرئي، أقصد الإعلام الحديث في الفضائيات. توحة طبعا عازفة جيدة، ملحنة جدا رائعة، غنوا لها كثير من المطربين الكبار ألحانها، منهم عبد الله الرويش اللي عندكم في الكويت، غنى لها عذرك معك عذرك، هذه لحنها هي. في يعني ما نعرف شو اقول لك، انه هي فنانه مكتمله، تعشق الفن لدرجه انه تحس انها وكانها عمرها لسه 15 سنه وهي تتعامل مع الفن. هو الفنان الكبير سالم بن راشد الهاشمي من ولاية صورة العمانية، يعتبر من كبار مطربي الخليج العربي، وله ألحان بديعة وأغاني جميلة وأصوات مختلفة. في فترة شبابه أقام وعمل في الهند ثم البحرين ودبي، حتى استقر في بلده سلطنة عمان إلى وفاته أواخر السبعينيات. كان يعمل رئيسا للقسم الموسيقي بإذاعة عمان، وكان صديقا للفنان الكبير محمد زويد، وأول تسجيل للفنان سالم الصوري سجل في عام 1940 للميلاد. من قطر خرج العديد من المبدعين في مجال الطرب والغناء، والذين أثروا الفنون الخليجية بما أبدعوه وأضافوه للتراث الفني القطري، ومن أشهر رواد الموسيقى والغناء الذين أنجبتهم دولة قطر المرحوم إدريس خيري، الذي ولد في منطقة الحد لأب قطري وأم قطرية، لكن الظروف فرقت بين الأم والأب مبكرا، حيث كان إدريس لا يزال رضيعا مما حدا بالأم العودة إلى قطر لتعيش مع وحيدها في منطقة الأرميلة. كان أبوي فنان ومطرب، وقمت أروح واي ويا المحلات والدور والحفلات وهذه، وبعدين تولعت أنا محيطين. أي نعم. لما تولعت مع العود جيت حق أبوي قلت له كيف أنا تولعت مع العود وأنت مطرب، وأنا ما بيصير يعني ولد المطرب يظهر مطرب ولد النجار يظهر نجار، ما بيصير النمون يعني، أنا أبقى بس أروح وي وياك في الخالي أروش وبسوي. الكويت عرفت آلة العود من خلال موسيقار الكويت الخالد والفنان الكبير عبد الله الفرج. عبد الله الفرج طبعا تعلم آلة العود وعرف آلة العود وتعرف على المقامات الموسيقية، لأنه هو درس في الهند، والده بعث للدراسة في علوم أخرى، ولكن حبه للفن وتعلقه بالفن فاستحضر مجموعة من الأساتذة في الهند، لأنه عاش فترة في الهند، عاش فترة في حياته في الهند. ومن خلال عبد الله الفرج ظهر العديد من تلاميذ يعني تأثروا فيه وجالسوا عبد الله الفرج من خلال ديوانه المعروف باسم تخينة، إلا أن يعني هؤلاء الرواد يعني خذوا منا الكثير وتعلموا منا الكثير بالعزف على آلة العود وبأصول الغناء. وطبعا عرف أن آلة العود مرتبطة بالخليج العربي أساسا في غناء فن الصوت. Thank you.
طبعا عبد الله الفرج انولد 1836 وتوفى 1901، ويعتبر هو رائد من الرواد اللي طور في الأغاني الكويتية ولحن العديد من الأغاني الكويتية، على سبيل المثال يعني تريد الهواء لك على ما تبا، وكذلك على ما تريد، وكذلك أغنية ملك الغرام، ومجموعة كبيرة الحقيقة من الأصوات ومن الأغاني اللي تميزت فيها الأغنية الكويتية من خلال الفنان والموسيقار عبد الله الفرج. أما من تلاميذ عبد الله الفرج هم طبعا كثر، لكن نذكر البارزين يعني، وهم إبراهيم وناصر يعقوب والفنان خالد البكر. نلاحظ أن ذكرت المراجع والمصادر وبالتحديد المؤرخ الكويتي سيف مرزوق الشملان بأن الفنان خالد البكر سجل عدد من الاسطوانات، الاسطوانة القديمة اللي تسمى عند العرب الكباية وبالتحديد عندنا بالكويت أم قلاص، سجل مجموعة من الأصوات، لكن للأسف احنا ما استمعنا إلى هذه التسجيلات، ويقال أنه كان صاحب القهوة يعني شخص بحريني، ومن ثم انتقل إلى البحرين وأخذ معه الاسطوانات، وللأسف تلفت هذه الاسطوانات. من يوم صارت بخليك صارت حياة بعد والآن جاء دور التكريم، فليتفضل السيد الأمين العام المهندس علي اليوحى والسيد عبيد الشامسي ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لتوزيع الدروع وشهادات التقدير على المشاركين في الملتقى. أولاً المشاركين في ملتقى التراث الخليجي، ممثل الأمانة العامة السيد عبيد الشامسي، ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة السيد فيصل الساري، ممثل مملكة البحرين السيد بشار جاسم، ممثل المملكة العربية السعودية السيد محمد دهيش، ممثل سلطنة عمان السيد سلطان آل بوسعيدي، ممثل دولة قطر السيد إبراهيم علي،
أما شهادات التقدير فليتفضل المايسترو عبد الله الإضلاعي. شهادات التقدير للفنانين المشاركين في الجلسة الغنائية الإماراتية، الفنان حسن علي. الفنان جاسم محمد. الفنان المشارك في الجلسة الغنائية البحرينية، الفنان خليفة الجميري. الفنانين المشاركين في الجلسة الغنائية السعودية، الفنان محمد بنا. الفنان سعود الشريف. الفنانين المشاركين في الجلسة الغنائية العمانية، الفنان عاصم الرحيلي. والفنان فاروق الكمالي. أما الفنانين المشاركين في الجلسة الغنائية القطرية، الفنان علي إبراهيم. الفنان منصور المهندي. الفنانين المشاركين في الجلسة الغنائية الكويتية، الفنان سلطان المفتاح.
الفنان خالد المسعود. أما الفنانين المشاركين في حفل الختام، الفنان إبراهيم طامي من دولة الكويت، الفنان بدر حمدان البذالي من دولة الكويت، الفنان فيصل الساري من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفنان عيسى نجم من مملكة البحرين، الفنان علي الجمالي من دولة الكويت، يعطيكم ألف عافية وكل الشكر لمن ساهم في إنجاح هذا الملتقى. أيها الحضور الكرام، لقد كان هذا الملتقى فرصة طيبة للجميع للاحتفاء بالعود وبالتراث الخليجي والتأكيد على الدور الإبداعي لأبناء المنطقة، كما كان مناسبة جيدة للاستماع إلى مجموعة من الأصوات الشابة التي لها مستقبل واعد في مسيرة الفن الخليجي. هذه الليلة كما قلنا العود هو سيد الأمسية، فسوف نلتقي مع مجموعة متميزة من الفنانين من أبناء دول مجلس التعاون ليقدموا لنا إبداعاتهم عزفا على العود. سوف نلتقي مع الفنان عيسى نجم من مملكة البحرين والفنان فيصل الساري من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الكويت نلتقي مع الفنانين علي الجمالي وبدر حمدان البذالي وإبراهيم طامي، حيث نعيش لحظات من العزف الحر لكل منهم. الآن ندعوكم إلى لحظات دافئة من المعزوفات التراثية الخليجية. Thank you.
Thank you.
Thank you.
تسمعوني؟
Thank you.
Thank you.
رايح
الله.